السكرتارية، أشكر الاتحاد العالمي لنقابات العمال، أشكر الأخ محمد صوافطة أبو أشرف على الكلمة التي قالها من فلسطين وتحدث عن سقطة القرن ومعاناة الشعب الفلسطيني. ولكن أنا أحمد أبو صلاح من فلسطين، عضو The National United Palestinian Reference. الآن علاوة على سقط القرن يعاني الشعب الفلسطيني كما يعانيه عمال العالم، والإخوان كلهم تكلموا عن معاناة شعوبهم في العمل من حيث البطالة، من حيث أسباب البطالة. لكن إحنا هنا في فلسطين الأمر الآخر هو الاحتلال، الاحتلال الذي يعاني الشعب الفلسطيني فيه من وصوله إلى العمل، من الحصول على تصاريح، من رجوعه إلى بيته نتيجة نقاط التفتيش. الآن عندنا شهداء عمال كانوا يعملون في العمل، عمال بناء. عندنا سجناء، أسرى، عمال. فكثير من هذه الحالات موجودة عندنا في فلسطين، والمعاناة شديدة نتيجة ظروف البطالة القائمة ونتيجة الاحتلال وصفقة القرن الآن. هذا ما أود ما كنت أقوله يعني في هذه الدقائق البسيطة. وأشكر الإخوة في السكرتارية، وأشكر الرفيق جورج فابريكوس الذي تطرق إلى وضع الفلسطينيين في مداخلته حين تحدث عن وضع الفلسطينيين. وعاشت عمال العالم، وعاشت الطبقة العاملة، وعاش عمال فلسطين.